ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين للحديث أكثر وبشكل تفصيلي أكثر حول موسم الحج وما هي الاحتياطات الوقائية التي من المفترض أن يتخذها كل حاج وحاجة في هذا الموسم. ومع اقتراب موسم الحج يجب على جميع من يؤدون هذه الفريضة أن يكونون على علم ببعض الإرشادات والإجراءات المهمة التي راح نناقشها أكيد اليوم مع ضيفتنا الرائعة الدكتورة أماني بهديلة الصيدلي أول بقسم التغذية الوريدية وصيدليات الأورام وأمراض الدم. هلا وسهلا فيك دكتورة أماني نورتينا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله وينعاد علينا وعلى جميع المسلمين بالخير والسلام إن شاء الله. بإذن الله. آمين. الله يعافي. الله يسلمك. طبعا إحنا نعرف أي شخص يكون عنده قريب في مجال الطب أو الصيدلة في هذه الفترة يزيد عليه الاستشارات وتزيد عليه المساءلات وكيف نعمل وكيف نحتاط وكيف ناخذ. طبعا احنا تكلمنا مع الدكتور نزار عن الاجراءات الوقائيه واكيد الامس واليوم يمكن كفى ووفى عن هذه الزاويه، ولكن حابين نعرف عنك اغلبيه الحجاج يعني ايش الاشياء اللي هم فعلا بحاجه. اذا قلنا الحاج حابب انه يكون عنده الحقيبه المتنقله معاه ان كان عنده مرض مزمن او اذا كان الحمد لله ما يعاني من شيء، ايش الاشياء اللي تفضلي انها تكون موجوده دائما معاه؟ ادويه، فيتامينات، ايش تنصحي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للحجاج الاضافه الى الكلام اللي قاله الدكتور باهبري بالنسبه للتطعيمات وبالنسبه للاجراءات الوقائيه، احنا دائما بننصح اي حاج انه يكون معاه فعلا الحقيبه حقه الادويه وخاصه ادويه السكر والضغط اللي هي بتكون لازم ملازمه ولازم الالتزام فيها. الشغله المهمه في هذا الموضوع الانسولين. الحجاج احيانا بيصيروا بياخذوا ابر الانسولين في حقيبتهم بدون تبريد، فلازم يكون يسعى انه هو يكون احد من اطراف الحمله انه يعمل له تخزين للانسولين بطريقه صحيحه في ثلاجه تبع الحمله نفسها، واذا ما كان تبع للحمله فهو يحاول انه يحط هذيك الشنطه حقه التبريد اللي هي داخلها تحفظ البروده، شنطه صغيره في كل مكان وفي كل الصيدليات موجوده وبيحافظ على الانسولين حقه. الحاجة المهمة إنه الحاج قبل ما يطلع للحج لازم يجهز في الشنطة الفيتامين اللي هو فيتامين سي المناسب، يعني الجرعات المناسبة لي لمدة الخمسة أيام اللي حيقعدهم في ما بين المدينة ومكة، لأنه الفيتامين سي في هذه الفترة حيكون بيرفع المناعة، فبالتالي لازم يأخذ جرعة مكثفة اللي هي جرعة 1 جرام، يعني قرصين من أبو 500 مرتين في اليوم على الأقل. هذا قبل ما يبدأ. هذا قبل ما يبدأ الحج. رفع المناعة في ذي الفترة من أفضل، طبعا بالإضافة إلى ما يعني قال الدكتور باهبري أنه التطعيمات، بالإضافة للتطعيمات يجب الحماية بالفيتامين سي، بلس أنه الوجبات اللي يأكلها الحاج لازم تكون وجبات خفيفة ومتكررة. يعني أنا بشوف دائما في الحملات إنهم بيحطوا رز ولحم وأكلات هارد صلبة، وعلى ذا الأساس هنا إحنا بنقول إنه الحاج لازم يكون من وقت للتاني يأكل وجبات خفيفة تحتوي على فيتامينات زي الفواكه زي الجبنة زي الخبز الخفيف الشابورة، يمتنع عن الأشياء يعني السكريات الشديدة. دكتورة هديل يعني إنه يكون أماني. مع دكتورة أماني إنه يكون مع الأشياء اللي هي خلينا نقول اللي فيها النشويات عالية أو اللي ممكن ما بتسبب تسمم غذائي بشكل كبير هي اللي بتكون الأصح والأفضل إنه هي تكون مع أي حاج وحاجة في هذه الفترة. أيوة، لأنه عسر هضم ممكن يجيله، ممكن يصير يتكرر دخوله إلى دورة المياه ودورات المياه مشتركة، وفي احتمال كبير أنه يتسبب في التهاب مثانة وينتقل له بكتيريا، فبالتالي هو محتاج أنه يأخذ الأشياء الخفيفة اللي بتساعده على أنه يستمر في مناسك الحج بطريقة صحية وبطريقة يعني أكثر. أيوة وقائية أكثر، وكمان خفيف الحركة يكون وما يكون عنده أي تلبك معوي. فهذه من هنا يعني الإرشادات من ناحية التغذية. في ناحية أخرى في ناس بتجهلها، إذا كنا إحنا في حياتنا اليومية بنحتاج إلى 2 لتر موية تقريبا حوالي 8 كاسات موية، الحاج يحتاج 3 لتر موية يشربها باستمرار، أولا لطرد السموم من الجسم، ثاني شيء للاستمرارية بأنه يمشي في الشموس والشمس والحر بدون ما يحصل له أي جفاف أو يجيله ضربة شمس. كل ما كانت الموية ملازمته قوارير الموية معاه لازم يشرب منها على طول على
طول على أساس يحاول أنه يساعده يتجاوز أي نوع من ضربات يمكن الشمس. هذه النقطة اللي أنت قاعدة تنوهي عنها طبعا هي ضرورية جدا صح. جدا جدا، ولكن إحنا عندنا العكس حقها. أحيانا يقولوا لك أنه عشان أنا أتقي أني أنا يجيني أي أمراض معدية من دورات المياه يفضل أني أنا ما أشرب كثير، أو مثلا أشرب بالوقت اللي أنا يكون الله يكرمك موجود عندي حمام، عشان أنا يعني أحتاط من أني أنا ما يكون عندي هذه. طب كيف ممكن تتعالج هذه المسألة؟ هو الكلام ده كان زمان، دحين إحنا بنتكلم على مناسك منظمة وأماكن متاحة وموجودة لكل حاج بيطلع مكان ويقعد فيه ويقعد يعني يكون عنده دورات مياه قريبة وكل شيء. أنا لما بأجي بقول كده بقول مثلا نسبة الناس اللي بتجيهم ضربة شمس وجفاف نسبة عالية جدا. ليش؟ لأنه بيصير عندهم الشمس بتضرب فيهم طول الوقت وهم ماشيين، فهو يحتاط بأنه ياخد شمسية، يشرب كميات من الموية جيدة. الوقت مع الوقت الجسم دائما بيتعود على أنه يشرب الكميات دي، فما بيصير يخرجها مع بسرعة الحركة يعني. في الأول دائما الواحد لما يكون ما بيشرب موية كويس وبعدين يبدأ يشرب موية كتير فعلا يتكرر دخوله لدورة المياه. بعد يوم يومين يبدأ الجسم يتعود على الكمية دي، يبدأ يعود نفسه بالزبط. على الكمية. فهو قبل ما يطلع الحج بأسبوع hydrate himself بطريقة كويسة يعني، ويشرب كميات من الموية، بحيث بعد لما يبدأ يدخل الحج وموسم الحج يبدأ جسمه يتعود أنه كميات الموية دي تصير تستقبل ولا تخرج بسرعة يعني زي أول. صحيح. فأنا يعني من هذه الأشياء ومن هذه النقطة أنا بحب دائما أنوه. وحتى أنا لما جيت طلعت الحج لقيت أنه فعلا هذا الشيء في يجهله الكثير. وطبعا بالنسبة للأدوية أرجع مرة تانية كpoint of view من ناحية إني أنا صيدلانية، أنا بقول مثلا إذا هو نسي الحبة أو كده ياخذ معاه العلبة اللي هي بتتقسم بعدد الأيام فعلا. تكون فيها السبت عليك. الأحد الاثنين الثلاث الربوع صح. ويكون مقسمة مورنينج اللي هي الصباح والظهر والمساء صحيح. والليل صحيح. بحيث أنه والله أخذ حبة الصبح يصير يلاقيها فاضية يعرف أنه أخذها. ما يصير أنه يصير، لأنه لو مشي فترات طويلة وقعد تحت ظل ظروف صعبة ممكن يصير يجيله إغماء أو يجيله هبوط في السكر إذا ما مثلا استخدم الحبوب بانتظام، أو يجيله ارتفاع في السكر مفاجئ. فهو في غنى عن دي المواضيع، وخصوصا صحيح. كذلك مرض الضغط أوكي. فإحنا بنتكلم يعني كوقاية أنه هذه الأدوية تكون دائما ملازمة لي، والإنسولين بالذات لازم يكون يعمل له طريقة حفظ في التبريد. صحيح. هذه بالنسبة دكتورة أماني للأمراض المزمنة. خلينا نتكلم عن موضوع أو مرض دائما بيكون موجود في الحجيج في هذه الفترة اللي هو ضربات الشمس. كيف أنه من الممكن أن يقي نفسه من هذا الموضوع؟ وإذا حصل وأصيب بضربة شمس كيف أنه هو يقدر يداوي نفسه بشكل سريع بحيث أنه هو يقدر على أداء باقي المناسك؟ صحيح. يعني هو دائما ضربات الشمس بصراحة بتجي بسبب الحرارة الشديدة، فيصير لازم يكون في قوارير الموية الباردة أو اللي إحنا نسميها بالمطارة. مطارة الموية دي أعبيها من بالليل وأنا في أثناء في الخيمة على أساس أن إحنا هستعد للفجر للطلعة لعرفة أو للطلعة على مزدلفة لجمع الحصى أو لجمع الجمرات. فبالتالي أنا أحط هذه المطارة في الثلاجة أو أحط ثلج، أطلب منهم ثلج وأحطها فيها. ليش؟ لأنه بمجرد ما الحجي يبدأ يدوخ يكون لازم معه بانادول، هذه أهم حاجة، ياخذ حبتين بانادول immediately، يشرب الموية شوية شوية ما يشربها مرة واحدة، ويحط بقية الموية على رأسه، الموية الباردة يكبها كب الباردة بحيث ينزل درجة الحرارة. في من الدي أسرع طريقة وأفضل طريقة، وبعدين he have to seek help يعني يدور على أحد يساعده بأنه يروح للإسعاف بحيث أنه يعطوه إسعافات أولية. وده طبعا متوفر في كل مكان. يعني وقت اللي رحنا للحج كان فعلا في ما بين كل مثلا 20 خيمة بتلاقي في سيارة إسعاف واقفة، وحدة متنقلة لأي أحد بيكون محتاج المساعدة. فهذه فعلا وما بتتكرر كثير لأنه دحين صار في وعي، وكل ما الواحد عمل وقاية طبعًا. كل ما كان طبعًا. إن شاء الله بإذن الله بعيد عن الشر. الشخص بحد ذاته يعني أو الحاجة أدرى شخص بحالته بحاجته للأدوية، لأنه مهما كان الشخص المسعف لسه حيضطر انه يسال ويتعرف على الحاله. البنادول مهم طبعا. الاشياء اللي ممكن تساعد في هذه الحالات استاذة أماني هي وجود السوار المعرف بحاله المريض، يمكن البطاقه التعريفيه لمرضى السكر لمرضى الضغط. هذا الشيء بدينا نتكلم فيه من كم سنه، ويمكن مو الكل
يعرف هذا الموضوع. أبغى أعرف أهمية أنه يكون للحاج أو للحاجة بطاقة تعريفية عن شخصه وعن حالته المرضية، قد إيش ممكن تساعد في إسعافه في اللحظات الحرجة؟ والله أنا يعني شفت فعلا مجموعات من الحجاج اللي هي الحملات بيعملوا لهم بطاقات تعريفية، لكن من ناحية الصحية أنا ما شفت هذا الشيء لسه. يعني الوعي أيوة، أنه يعني أنا عندي سكر، أن أنا عندي قلب، أو أنا عندي ربو، أو whatever، هذا الشيء أنا ما قد شفته. يعني بيجي حملات من أندونيسيا، بيجي حملات من مصر، بيجي حملات من المغرب، شفت حملات من إيران، شفت حملات كثير من العراق، ما قد شفت هذه الإسوارة أحد لابسها. وأنا من الناس اللي فعلا أحاول يعني أشوف وأي أوبزرف الأشياء اللي بتكون حواليا. هذا الشيء أتوقع أنه يحتاج حملات توعية لنفس الشركات المنظمة للحج. يعني لكن هي مهمة جدا. أيوة، لأنه أنت يعني الحاج إذا كان مريض قلب وصار له إغماء، فبالتالي اللي حواليه عارفين من هذه الإسوارة إنه هو مريض قلب وإنه يحتاج نوع معين من العلاج أو تحويل معين، وممكن على طول يدوروا في الحقيبة اللي معه. Exactly. فهذه بس طبعا هي بتبان أكثر، المسعفين دائما بيدربوا. ما أنا قصدي على بال ما يجي الحالة الإسعافية الأشخاص المحاطين أكيد يعني ما عندهم دراية الإسعافات الأولية، ولكن لما يكون في عندك هذه المعلومات يا الله قديش حتكون تكسر. مفيدة كلامك. هل تتوقعي ممكن أنها تكون يعني موجودة ضمن استمارة تعبئة الحاج مثلا بالمكاتب اللي تجهز اصلا حملات الحج؟ I'm sorry to say لا، يعني هي مش موجودة. يعني أنا أتمنى بصراحة، ومن هذا المكان إحنا لازم ننشر الوعي. يعني إحنا ما جينا هنا نتكلم ولا جينا نشارك المعلومات حقتنا إلا لنشر الوعي والثقافة. فأتمنى كل اللي بيسمع أنه يتأكد من هذه المعلومة، أو هو يجتهد على نفسه بأنه هو يلبس الإسوارة. وشكرا أنك أنت فعلا طرحتي هذا الموضوع قديش مهم، خصوصا مرضى الربو، أو يمكن وأنه الأكسجين قديش يعني مهم بالنسبة لهم. كلام مظبوط، وفعلا الانتشار الوعي هذا أنه كل واحد عنده القلب أو الربو أو أنه هو يكون عنده الضغط أو السكر، يكتب في ورقة ويكتب على يده أو يحطها في بطاقة داخل إذا كان ينحرج منها داخل الجيب حقه أو جاء أو داخل البطاقة التعريفية في البلاستيكة نفسها، بحيث المسعف أو الإنسان اللي جنبه يصير يعرف أنه كيف يوجهه في أثناء حالات الإمرجنسي أو الطوارئ. هي لأنه صارت حادثة يعني سيدة عانت من حالة معينة، فلما أسعفوها اضطروا أنهم يعطوها إبرة فيها أنسولين، وكان عندها تحسس من الأنسولين، وهذا قد يؤدي إلى وفاتها مباشرة. ما أعرف إيش هي كانت الحالة، ف يعني من هذاك من هذيك اللحظة وهي دائما تحاول إن هذا كان في أي مكان في تجمع إنها يكون عندها السوار المعرف بأنه أنا أعاني من هذا المرض، وأيضا يعني أتحسس من بالطريقة. أيوة يعني إنه أبتعد عن الأنسولين وخلافه. قديش ممكن نشتغل على هذا الموضوع عشان كلامك مزبوط؟ هذه يبغى لها كامبين. يعني بالنسبة لنا إحنا الآن في الحج إنه أنت تسوي نشر، لما يجي الحاج يطلع تصريح ممكن نحطها من ضمن الأشياء الأساسية والستاندردز حق التصريح الحج، إنه يجب على الحاج حمل بطاقة لتعريف إذا كان عنده مرض من الأمراض. أيوة مرض صحيح. من الأمراض المزمنة، وعلى ذا الأساس يأخذ التصريح. أتوقع إنه هذه حتكون جيدة جدا من وزارة الحج ومن وزارة الصحة إنها تشتغل عليها، وإن شاء الله بإذن الله تتيسر وتكون يعني علم منتشر، ونأمل إن شاء الله إنها تكون حاجة يعني مفيدة للجميع بإذن الله. بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة دكتورة أماني إلى الأمراض المعدية. نتمنى بإذن الله يكون في الوعي الكافي لإسعاف هذه الحالات إن تضاعفت الحالة. خلينا نتكلم عن الأمراض اللي ممكن أنه تصيب الحاج أو الحاجة في هذه الفترة. ذكرتينا أنه البنادول من الأدوية العلاجية التي من الواجب تواجدها في حقيبة أي حاج. إذا في علاجات أيضا من المهم أنه هي تكون موجودة. وكمان خلينا نتكلم شوية عن الأمراض اللي ممكن ينعدوا فيها في هذه الفترة، الأمراض اللي ممكن تصير في هذه الفترة. بالنسبة للعلاجات فعلا يعني إحنا لما تكلمنا عن الحقيبة مرينا عليها مرور الكرام كذا، تكلمنا بس عن الفيتامين سي والأدوية حق والعلاجات حقت الأدوية المزمنة. لكن أنا شايفة كمان غير البنادول إنه يكون في مسكن للعضلات. يعني الناس اللي بتكون in rest
اللي بيشتغلوا في مكاتب، اللي بيشتغلوا في يعني اماكن وهم جالسين all the time، بعدين يجوا يروحوا للحج كبير. يفضلوا يمشوا 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 من مكان لمكان، هذه بتسبب لهم الام في العضلات، فممكن اذا نام يقوم ما يقدر يوقف، تشنجات عضليه. فبالتالي انا ركزت على الفيتامين سي من ناحيه رفع المناعه، والمعلومه اللي ما يعرفها الاخرين انه الفيتامين سي بيزود النشاط وبيحرك العضلات. فوجود الفيتامين سي مهم كديول فانكشن، يعني عنده وظيفتين، وكمان الكالسيوم والحبوب حقت المصر ريلاكسنت اللي هي مهدئه للعضلات. هذه الحبوب زي في دواء اسمه البارافون، في دواء اسمه سردلود، هدول الادويه اذا الواحد ياخذهم وقت اللي يصير عنده العضلات تشنجت، سواء في الرجل سواء في الفخذ سواء في الظهر، لانه في ناس بتعاني من الام الظهر فبيصيروا مع الحركه ما بيحسوا بنفسهم الا اذا قعد فجاه يصير يبغى يقوم ما يقدر يمشي. فانا اقول هذه من المصر ريلاكسنت، ياخذها عند اللزوم دكتورة ولا بشكل مسبق؟ بتأخذ عند اللزوم. أيوة. لأنه أنت إذا أخذتيها ترى بترخي العضلة وبتخليك لازم ترتاحي 3-4 ساعات. تحسي نفسك غير قادرة. إكزاكتلي، ما تقدر تعمل أكتيفيتي إلا بعد 3-4 ساعات من أخذ الحبة. فبالتالي هي تكون من الأشياء اللي عند اللزوم، مصاحبة للبنادول والفيتامين سي والأدوية حقت الأمراض المزمنة. وأنا بالنسبة لي حبة الفيتامين، يعني أنا في كذا برنامج طلعت قلت الفيتامين بالنسبة لأي بني آدم هو المالتي فيتامين. انه هو بيعطيه طاقه على التجاوب مع كل يعني الحياه والتغيرات. فبالتالي المالتي فيتامين بيخلي البني ادم عنده نشاط، يقدر يركز، يقدر اذا انجرح يلتئم الجرح بسرعه. زي ما قال الدكتور للرجول والتقرحات حقت الرجول. يكون معاه كريم دائما فيه البيبنثين اللي هو بي 5، وهو من الفيتامينات برضو اللي بتساعد انه التقرحات والجلد يلتئم بسرعه. وفي نفس الوقت المالتي فيتامين فيه له بي 5 وفيه له بي 12، بيساعد الاعصاب انها تتحمل لانه بيقعد فترات طويله ما بينام ونومه قليل وطول الوقت في مشاعر ومناسك. فبيكون المالتي فيتامين بيديله باور. الطاقه هذه بتكون مهمه جدا بالنسبه لاي بني ادم. واكيد طبعا يعني الوعي صار بينتشر الآن والناس صارت عندها فكر، واللي بيسمعنا الآن ممكن يعطي خبرة أو فكرة للي طالع الحج أو أنه هو اللي ممكن يصير. فبالتالي إن شاء الله بإذن الله الرسالة توصل للجميع، وإن شاء الله الكل يرجع بالسلامة ويروح ويكمل مناسكه بالعافية إن شاء الله. وإن شاء الله كل سنة والجميع طيبين بإذن الله. آمين يا رب العالمين. يعطيك ألف عافية. كل اللي تكلمنا عنه يمكن يعتبروا أنها مجموعة كبيرة، ولكن هي ممكن بمحفظة صغيرة، أظرف صغيرة، أو يمكن بالحافظة صحيح اللي فيها ممكن تكون متنقلة مع أي شخص. وطبعا كل شخص وحاجته من كمية الدواء، هذا شيء جدا أساسي. والنقطة الأساسية هي التنويه عن حافظة الثلج لمرضى الأنسولين. وإن شاء الله نوصل لمرحلة أنه نقدر نتكلم عن حالتنا الصحية ببطاقة تعريفية عشان نقدر نساعدكم لا قدر الله إذا كان في أي طارئ. أكيد ما شاء الله يعني كفيتي ووفيتي من كل الجوانب، ولكن كذا يعني كلمة حابة تقدميها لأي حاج وحاجة حابين أنهم يطلعوا كاستعدادات نفسية مش بس طبية في فترة الحج. أكيد طبعا يعني الحاج هو أصلا طالع بنفسية حلوة، أنه هو يعني حيروح يدخل لبيت الله وحيروح يسوي المناسك حقته بطريقة يعني جميلة وفيها روحانيات. يعني أنا أنصح أنه الحجاج يصيروا يناموا كويس قبل ما يطلعوا، يعني الفترة اللي يكون فيها قاعد ريلاكس ما يصير يجهد نفسه، بحيث أنه هو ما يروح للحج وهو مجهد عضليا ومجهد نفسيا، يبتعد عن المشاكل اللي ممكن تأثر عليه، بحيث أنه هو ما يروح عنده فكر ويصير كل روحانيات يقدر يستقبلها بأي طريقة. يعني عشان أكيد يقدر يكون هذه كثير مهمة، ويحاول أنه ينام كويس. اللي ينام كويس يروح يقدر يعطي أكثر ويقدر يتحمل قلة النوم في أثناء فترة الحج. طب هل تحبذي أنه الشخص يعني تعرفي تغير المكان وتغير الأجواء والاجتماع في مكان واحد، هذه الأشياء ممكن تكون مؤرقة، وحتى يقولوا لك أنه أنا لا خليني يعني أقيم الليل. أكيد هذه الفترة جدا مهم أنه الواحد يضاعف أعماله الحسنة والعبادات، ولكن هل يعني تحبذي وجود مثلا حبوب منومة أنه الواحد يأخذها في أوقات
مأكولات معينة عشان يزيد استرخاؤه في النوم عشان يقدر يقوم ثاني يوم على مستحيل لا. ما يقدر أصلا حيقوم. والحاجة الثانية الحاج بيوصل للمخدة بينام على طول يعني أسألي بيكون مهدود والله لو عنده مليون أرق وعنده مليون إنسومنيا حيشوف المخدة حينام صح. فأنا ما أنصح أبدا لا منومات ولا أشياء اللي هي بيأخذها مضادات الاكتئاب والكلام هذا كله هو رايح بروحانيات عالية جدا رايح أول ما حيدخل منها ويشوف الخيام ويشوف قبلها الطواف اللي أول ما يدخل وطواف حينشرح صدره صح. فأنا أنصح حتى مضادات الاكتئاب يوقفها ليش؟ لأنه حيدخل في روحانيات غير شكل ولا يحاول إنه هو أي ولا يحاول إنه هو يهبط من عزائمه لأنه مضادات الاكتئاب مهما كانت مفيدة للناس اللي عندهم اكتئاب بس بتهبط العزائم صحيح. حاول إنك أنت تأخذ قد ما تقدر من الروحانيات ومن وجودك يعني في عند بيت الله وحاول إنك أنت تقدر تقاوم وتحاول إنك أنت تنام كويس بحيث إنك تقوم وتقدر تعطي المناسك حقها وتعطي الله حقه وتعطي يعني نفس حقها صحيح. فأتوقع أن هذه المعلومات صراحة يعني حتكون مرة صعبة صحيح نحاول أنه نضغط نفسنا يعني هي أيام معدودة يمكن صحيح. بيستنوها من عام إلى عام وبالذات الأشخاص اللي يجوا لأول مرة في فترة الحج تكون يعني أشياء مختلطة بالمشاعر السعيدة صدقتي. مهما كانت يعني Yes. مهما كان الجسم بيشتكي صح. من التعب والإرهاق ولكن صح. يصير زي فرحة الأم لما تولد يعني أيوة يضيع كل الألم في هذه اللحظات بالزبط. السعيدة بالزبط. اللي هي اللحظات الدينية أكيد نشكرك دكتورة أماني باهديل يعني كفيتي ووفيتي ونتمنى أنه تكون هذه المعلومات وهذه النوتس على قولهم الصغيرة اللي قلتيها أنها تكون في بال كل حاج وحاجة يحاولوا أنهم يعني يستفيدوا منها وتكون هذه يعني طريق نجاة في حالات معينة إن كانت حتحاول يعني حتتحول إلى إغماء أو لا قدر الله إلى تعب أو إرهاق أنه يتذكر هذه المعلومات وتفيده يس كلامك صحيح وفعلا يعني ما أعرف إيش أقول البرنامج هذا قد ما أنا من وقت للتاني بأطلع فيه وبقابلكم بلاقي فيه محاور جميلة وبلاقي فيه فايدة للمستمعين أنا بأشكركم شكرا جزيلا أكيد نشكرك أيضا وأكيد ظهر معنا على الشاشة الرقم المجاني للتواصل في الحالات الطارئة طبعا هذا شيء إحنا تكلمنا عنه كثير ودائما نتكلم عنه أن وجود الرقم المجاني في أكيد. الحالات الطارئة حتى لو كنت في أرض المناسك أنه يكون هذا أول رقم موجود في جوالك صح. وتحاول أنك تسعف إذا كنت بحاجة أو إذا كان أي أحد من حولك بحاجة أكيد شكرا لك دكتورة أماني أعزائي المشاهدين مستمرين للحديث عن هذا عن هذه المواضيع وعن الوقاية في هذا الموسم العظيم ولكن حنطلع لموجز قصير لأهم الأنباء ونرجع نستكمل برنامج حياتنا لا تروحوا بعيد